حادثة دار الحضانة في الجديد تطرح لدى الأهل مخاوف وأسئلة حول سلامة أطفالهم وسبل مراقبتهم بعيدا من أعينهم. الدكتورة شارلوت إسبر الخليل الاختصاصية النفسية معنا مباشرة للإجابة عن هذه الأسئلة. مساء الخير دكتورة شارلوت، أهلا وسهلا فيك معنا. السؤال مساء نور، هل من أساليب أو تيبس معينة محددة للتمكن من معرفة الأطفال الصغار ولا سيما من هم دون السنتين، نعرف سلامتهم أو في حال يكونوا تعرضوا لأي اعتداء أو ضرب؟ أنا بس بدي أوضح شغلة، إنه الاعتداء والعنف فيكون جسدي فيكون نفسي، وحتى الإهمال هو نوع من الاعتداء، بس تنوضحها يعني مش ضروري بس يكون ضرب. وإذا بنحكي عن الأطفال اللي تحت السنتين، يعني اللي هن بعد ما بيحكوا أو ما بيعبروا مزبوط، بدنا نتذكر شغلة، إنه تصرفات الأطفال دايما بتحكي. يعني اليوم نحن مثل ما كانوا عم يذكروا السيدات الأمهات وحتى التيتا اللي حكيت هلأ من شوي من الريبورتاج، إنه لاحظوا سلوكيات معينة يعني عند أولادهم. في أولاد حكيت طلبت إنها ما تروح، لاحظوا قلق، لاحظوا إنه في ولد رافض يروح عند هالمعلمة أو التانية. منلاحظ أمرار عند الأولاد كتير صغار، اختلاف بالنوم، نقزة بالليل، بكي بلا سبب. منلاحظ أوقات تغيير بعادات الأكل. في كتير أمور منقدر إذا راقبناها. وكمان في نقطة أساسية، اليوم الأم هي وعم بتحمم ابنها بآخر النهار ممكن تنتبه على أي كدمات ردات على جسمه، لا نقدر كمان نعرف إذا هالولد تعرض لحوادث غير مبررة بالحضانة أو بالديكير. كل هيدولة. وفي شغلة كتير أساسية، إنه منلاحظ إنه في ولاد بتبلش تنقز، يعني لما يقربوا أهلها ليحكوها منلاحظ إنه بتخاف من أي حركة إيد. هيدي أوقات بتعطينا علامات إنه هالولد ممكن يكون عم يتعرض لضرب أو شيء تاني. هلأ أنا اللي عم بحكيه هو أكيد بيختلف من حالة للتانية، بس كلها هيدي أشياء ممكن نحن نكون عم نراقبها وانتبعها. بس يبقى السؤال مختصر، يعني اللي هني أكتر من سنتين وما بيعبروا، كيف ممكن أهلهم يكتشفون؟ اللي أكتر من سنتين هني هون يعني هيدا سؤالك ما بعرف قد ايه فيه اختصره، بس نحن لازم نعود أولادنا يخبرونا أشياء بأسئلة كتير بسيطة. فينا نعودهم على عادة إنه يحكوا، إنه يقولونا شو عملتوا اليوم، شو اللي حبيتوه باللي عملتوه اليوم. نجرب نلاقي وقت لدايما نسألهم عن نهار، ونسألهم عن الأشياء اللي حبوها واللي ما حبوها بكلمات بسيطة. نعلمهم يمكن بصور صغيرة يعبروا عن مشاعر، مبسوط، زعلان، خايف. كل أمور وتبس إذا تدرب عليها الولد بيساعد على أنه يتواصل. وتأكدوا أنه اللي ما بيقدر يحكي كلاميا ممكن يحكي بتصرفاته. نعم. أو حتى باللي نحن بنقلها الكوميونيكاسيون نو فيربال، أو مش بالحكي. هلأ بدنا نتذكر شغلة، اليوم نحن عم نحكي عن الديكير، بدنا نتذكر أنه الديكير هي مطرح وين الولد بيتعلم كتير. نعم. أشياء كمان بيتعلم أنه يتفاعل اجتماعيا، بيتعلم أشياء بيعوزها بنموه وتطوره. فكمان هيدي نقطة كتير أساسية بدنا ننتبه. شكرا لك دكتورة الخليل على هذه الإفادة وهذه المعطيات.